السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه النهاردة؟ هنعمل ان شاء الله الخبز ده بدون دقيق. اول حاجة هنجيب كوباية من الحمص، دقيق الحمص، وهنحط عليها معلقة من السليم، جايباه سايب من العطار، جميل جدا، وكيلو ب300 بس، لان المستورد طبعا غالي جدا. هقلب المعلقة على كوباية الدقيق بتاع الحمص، وهضيف عليها كمان حوالي نص معلقة صغيرة او ربع معلقة صغيرة من الملح، وهنقلب كويس، وهنضيف كمان نص معلقة كبيرة من البيكنج باودر. الطريقة دي حلوة جدا لخبز الحمص، بتنجح مع اي حد ومش هيلزق منك في الطاسة، وسهل جدا، ما بياخدش وقت. خلاص انا كده ضفت على كوباية دقيق الحمص، ضفت الملح والبيكنج باودر ومعلقة كبيرة من السليم. هي دي كل المكونات. هحط بقى كوباية الا ربع مية واقلبها. انا كنت عملت خبز الحمص بالحب نفسه، يعني نقعته، كنت عملته في فيديو قبل كده، وحطيت لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. كان جميل جدا، وفي ناس جربوه وعجبهم، اللي هو بالحب بتاع الحمص، نقعته وعملته كده في الخلاط وسويته في الطاسة، وما شاء الله في ناس عملوه في الفرن ونفخ معاهم، ويعني ادى نتيجة افضل في الفرن، وكان من غير سليم، ونجح في الطاسة برضو مع الناس الحمد لله. وكان في الكومنت في التعليقات ناس سألتني ان هي عايزة تعمل اللي بدقيق الحمص، فانا قلت ايه، اعمله لكم في فيديو مخصوص وتشوفوا الفرق بين الاتنين، يعني تشوفوا الفرق وانتوا بقى تحكموا بنفسكم. انا شايفه ان الطعم للاتنين واحد يعني، ولكن الاسهل اللي هو بالحمص الحب، انا حسيت كده. وانتوا برضو يعني الافضل ليكو والاحسن ليكو اعملوه. وديني قلت لكم على سعر السليم السايب عند العطارين، هو كده مش غالي، يعني انا اشتريت شويه دول ب30 جنيه وخدت منهم معلقه وعملت بيه كل العيش ده. طبعا العجينه دي ملزقه، هجيب كيسين واحط ما بين الكيسين كده، وهبتدي افرد بالنشيبه. لان العجينه بتبقى ملزقه شويه، لو عايزه تعمليه في الفرن بقى مش هيبقى ارغفه، يعني هيبقى فينو. ممكن تعمليه في الفرن يعني تبططيه كده كور زي الكايزر، فهيبقى طالع زي الفينو وينفع يتحشي. لو انت عايزاه زي الخبز زي الرغيف العادي، بتفرديه بالنشابة وبتسويه. هتشوفي دلوقتي على الطاسة هتسويه ازاي. هنا بقى هقطع بأي قطاعة مدورة عشان اطلع الرغيف شكله متساوي، وهقول لكم الكمية بتاعت الكوباية دي طلعت كام رغيف دلوقتي. بالنسبة للي عاملين كيتو دايت، الحمص ينفع ياكلوه بس مرة واحدة في الأسبوع، ما ينفعش أكتر من كده. بأي بقى قطعة مدورة تقطعي ايه الرغيف كده على شكل دايرة عشان يبقى شكله حلو. وفي طاسة تيفال مش هدهنها زيت ولا اي حاجة، هسويه قدامكم دلوقتي، مش هياخد وقت خالص، وهتشوفوا شكله بعد التسوية عامل ازاي. وطبعا السليم يا بنات، الناس اللي ما تعرفش ايه هو، عشان في تعليقات بتجيلي ايه هو السليم، دي يعني حاجة زي الأعشاب كده،
اسمها قشور السيليوم، عبارة عن ألياف بتساعد على امتلاء المعدة والإحساس بالشبع، وطبعا ليها فوائد. يعني بصوا لو قريتوا الفوائد بتاعتها هتلاقوها مفيدة للإمساك والإسهال، متخيلين؟ يعني هي بتعالج الاتنين، وطبعا بتعالج اللي عندهم مشاكل في القولون. هنا بقى هطلعه من الكيس اهو، وعلى الطاسة من غير زيت، طاسة تيفال، النار متوسطة، واقلبه على الناحيتين. اول ما الاقيه فصل اروح اقلبه على الناحية التانية. لو عاوزين تعملوه في الفرن هيطلع زي كده ايه، الكايزر، وينفع هيتحشي. ممكن ان شاء الله اعمله لكم، بس بقى لما الشتا يجي، عشان انا ما بحبش اشغل الفرن كتير بصراحة في الصيف. وهنا بقى دي الناحية اللي استوت الاولانية، الناحية الاولانية، وقلبنا بقى على الناحية التانية. هو كده على النار بيستوي من ناحيتين بسهولة وبسرعة جدا. هوريكم بقى الجنب التاني اهو. ولا لزق في الطاسة طبعا ولا اي حاجة، ومعلقة السيليوم خلت العجينة متماسكة. السيليوم السايب كيلو زي ما قلت لكم كده ب300 عند العطار، لكن النوع اللي كنت بجيبه اللي هو المستورد كان الكيس فيه 400 جرام ب400 جنيه، يعني فرق شاسع في السعر. وانا شايفة ان السايب اللي عند العطار مفرقش، يعني مفرقش كتير، يعني شايفة ان هو مدي نفس النتيجة وخلى القوام بتاع العجينة هو متماسك، وينفع ان هو يتحط في الفرن عادي جدا، وهينفخ برضو في الفرن. ومرة تانية هبقى اعمله لكم ان شاء الله. ده رغيف تاني اهو برضو، قلت اسويه وتشوفوه. ممكن لو ما عندكيش قطاعة بالسكينة كده وتدوريه على حسب بقى انت عايزة حجمه قد ايه. يبقى كوباية دقيق الحمص خدت كوباية الا ربع من المية. وده اقرب طعم للعيش البلدي. ده رغيف تالت. هقولكوا دلوقتي الكمية طلعت كام رغيف بالظبط. ياريت لو لسه مشتركتوش في القناة تشتركوا وتفعلوا الجرس الاولاني عشان يوصلكوا كل الفيديوهات. وعايزة بقى لايك للفيديو وتقولوا لي رأيكم في التعليقات. طبعا ده خبز اقتصادي مش غالي مش مكلف اهو، لا استخدمنا فيه دقيق لوز ولا حاجة، هو بيبقى ملزق بس شوية بس بيطلع في الاخر. يعني على الطاسة التيفال، نار متوسطة، اول ما نلاقيه فصل نروح مضيرينه على طول. الفيديو بتاع امبارح بقى كان مخبوزات حادقه للدايت وصحيه. الحمد لله في ناس كتير جربت الوصفه وبعتت لي تطبيقاتها، بشكره فيها جدا. هحط لكم كل الوصفات في صندوق الوصف، والمقادير هتظهر قدامكم دلوقتي في اخر الفيديو. اتمنى الفيديو يعجبكم، تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.